يا صباح الخير والعافية على كل من يشاهد ويتابع قناة زاغروس الفضائية وبرنامجنا الصباحي نسمات زاغروس، وصباح الخير على زملائي وزميلاتي من داخل الاستديو. أعزائي المشاهدين، فقرة صباحية جديدة، ومثل ما عودناكم بفقراتنا نقدم لكم بها كل الأشياء الحلوة والمهمة. بفقرتنا لهذا اليوم راح نسأل أهلنا وناسنا ما هو وجهة نظرك بالفتاة التي ترفع صوتها عندما تتكلم، فخلينا نشوف آراء أهلنا وناسنا. خليكم ويانا. هو رأيك بظاهرة أنه الفتاة تعلي صوتها من تتكلم؟ والله هي لازم أول شيء نحترم الآراء، مثلاً هي يجوز طبيعتها هاي، يعني فلازم نتقبل الوضعية مالتها، لو مثلاً يجوز صار لها شيء أو فلازم نتقبل الوضع، بس هي يعني شغلة مو حلوة، لازم الشخص يحافظ ويسيطر على اللي بداخله، لو مثلاً المشكلة صايرت له أو شيء، وإذا طبيعة حال لازم تتغير، وإذا لا بعد هي مهضل ترجع شغلة. يعني هي حرية شخصية أولاً، ثانياً يجوز هي طبيعتها متعلمة، يعني صوتها هو عالي، ما متعودة العفو يجوز تعلي صوتها أو شيء، بعد هي كل من وطبيعته. زين أنت اليوم كبنية شوفين صوتك عالي يعني لو هو طبيعي هذا؟ لا ما يعني إحنا إذا نضحك أو نسولف أو نشاقة فمن نشوف وحدنا أو قاعدين مثلاً في قاعة وحدنا عادي نتصرف بحرية، بس إذا موجودين زملائنا بنات دكاترة لا أكيد نصرف شوية في حدود. هي لو مثلا تقول الأمرة هذا نزاكة دائما إش ما يكون صوتها واطي إش ما تكون جمالية نفسها والحالاتها، فبخصوص مثلا إش ما تعلي صوتها شو مو حلو يعني بحق المرأة وخاصة بحق المرأة العراقية، إش ما تتكلم بصوت حلو بصوت ناصي يكون نظرتها للمجتمع حلوه والمجتمع ينظر لها بصوت حلو، مثلا انت بدل ما تشوف هسه ذا واحد صاحب صوت عالي شوف شيء نشاز. الصراحه الموضوع كلش حلو واحنا لازم نتطرق له باي لقاء. الصراحه المراه اللي نشوفها ترفع صوتها المفروض ترجع شخصية الرجل، الرجل ايش ما عنده شخصية انه مرته ما ترفع صوتها، وبعدين تتبع التربية، التربية اهم شيء تربيتها تكون صالحة ببيت اهلها، ما هو ما يجي رجلها يعلمها، اهم شيء هي بيت اهلها وبعدين يلا يصير تعرف انه طبيعة الحياة ويا زوجها، انه تعاملها ويا زوجها شلون يكون، او هاي قبل كل شيء، بعدين بالحياة هي تعرف تمشي وان شاء الله. رأيك بالحالات اللي تصير بالأماكن العامة؟ الأماكن العامة كلش غلط إنه المرأة ترفع صوتها، يعني لأن هذا أول شيء المجتمع ما يقبله ولا الدين يقبله ولا الرجل يقبله، ممكن يكون رجل ما متفهمها يضربها بالمكان العام أو في راح يصير صارت هيجي حالة وراح تقلل شخصيتها كلش. طبعاً ما يصير تعلي صوتها قدام الأماكن العامة، يعني عيب صوتها قدام الناس ما يصير، فتعب على كيف شوية العالم وبعدين على كيف كان البنات ماكو قبل بس عركات وصياح، وتدري شنو المشكله اذا صيحت عليها راح يختلفون الناس كلهم عليك، والله شنو تحكي على بنيه تعوفها براحتها راح تاكلك، فانت بالحال تنخسران خويه.